معقول هيك يا صاحبي؟ معقول هيك لك أبعاجوقة؟ قديش انبسطنا وضحكنا وقديش حكينا ونحن عم نعيد سوا بعيد الفطر، وخاصة لما ندرنا هيك بالسيارة. معقول تتركني قبل عيد الأضحى؟ معقول ما نعيد سوا يا صاحب؟ يلا الله يهنيك بزواجك ونقلتك لبيت الطاعة. أي بيت؟ ليش هدول بيتهم طاعة؟ بيت الزوجية ولا حضن ما بيتسمى؟ لا ومسمي لي حاله نظام كمان. الله يرد عنك يا صاحبي. لك شو طلع معك؟ والله ما بعرف، يعني أي عجينة حلو بدها سمنة وسكر وحشوة كمان، فستق أو جوز أو عجوة أو أي شي تاني. يعني ما بيمشي الحال بلا حشوة؟ مبلا مبلا، بينعمل غريبة أو برازة أو هيك شي نواشف، بس كمان العجينة ما بتسوى بلا سمنة وسكر، وكمان فستق حلبي وسمسم على القليلة، لأنه برازة بدون سمسم بتصير بسكوتة، والغريبة مو حلوة بدون فستقاية زينا. لك بعرف والله بعرف، بس إنه اسمه عيد، يعني مو قادرين نضحي لا بخاروف ولا بتيس ولا بديك ولا بجاجة، لك ولا حتى بصوص؟ يعني هلا لما كنت هونيك بالمخيم كنت تضحي حضرتك على العيد انت ورفيقك محمد؟ هلا ما كنا نضحي، بس كانت مستورة، كنا نشتري، وكمان اهل الخير ما يتركونا، الله وكيلي، كانت تجي برمضان كل سكبة ورا سكبة، وعلى العيد كمان اجانا حلويات اشكال والوان، شغل بيض ظريف وريحته لحالة شي بيفتح النفس. ايه بيجيكم مساعدات من هالمنظمات وغيره، اسمكم نازحين بخيمة. لك يا شاكريتي لبنيتي يا مهلبيتي، فهمي ها، انتي قلتيها بعظمة لسانك، نحنا كنا نازحين بخيمة بعيد عن بيوتنا يعني، بس كان يوصلنا شي ونحس بالحياة، هون نحنا نازحين جوات بيوتنا وما في جار عم يدق على باب جاره مشان ما يكلفه، وما في مظاهر عيد مثل العادة يا شكريتي، يعني نحنا هلأ ببيتنا قادرين نعمل حلويات للعيد أو قادرين نشتري شي نوع حلو. ايه خلصنا أبو عاجوقة، عامل لي مثل اولاد صغار بلا هالحلويات، اصلا ما حدا عم بيفوت على حدا ليعايده، الناس عايفه حالها وكله مثل بعضه، الناس ما عم تلاقي زيت للقلي، بالكاسه عم يشتروا للاكل، بدك يكون عندها سمنه وسكر؟ يعني هي البطاقه الشاطره ما بيطلع لنا عليها شويه عوامي مثلا؟ شو هي البطاقه الشاطره؟ البطاقه الفهمانه. ما عم بفهم عليك، ليكون قصدك البطاقه الذكيه. ايه هي. ليش نحنا معنا ياها يا أبو عاجوقة؟ إيه والله ما معنا بطاقة ذكية. دخليك مين صاحب الفكرة يلي عم تعمل بطاقة مشارشرة ذكاء وفهم؟ بيقولوا الست يلي فوق يلي كوشت على مصريات مخلوف والحبل على الجرار. ما دخلنا أبو عاجوقة، إيوة نحنا الحيط الحيط ويا ربي السترة، الحكومة طول عمرها أفهم من البني آدم. طيب إذا هي أفهم منا، نحن قوم الفقراء المعترين يلي ماشيين الحيط الحيط، شايفتنا على العيد ما قادرين نحصل لحمة ولا عوامة، لك ولا كراميلا، لك وملبس، لك أقضامة، لك شكاليطة. وليه عصيرة الشكاليطة؟ الله يذكرك بالخير يا محمد وييسر أمرك وين ما كنت. تعرفي إنه محمد كان يخبيني حبة الشكاليطة لأنه بيعرفني إني بحبها؟ هلأ رح تقنعني إنه يلي بالمخيمات عايشين أحسن مننا هون؟ شبك أبو عاجوقة؟ محمد الله يذكره بالخير شو كان يقول لي؟ كان يقول لي يا أبو عاجوقة ما حدا من السوريين عايش أحسن من حدا، كلنا بالهوى سوا، كل مين عنده مصيبته يلي بالشمال بالمخيمات أو بالمدن والبلدات، ويلي مهجر ويلي هون عند النظام كلنا عم يعانوا من نفس الشيء. وكان يقول لي مشكلة السوريين وحدة وهمهم واحد كمان، وما حدا بيطلع له يشوف حاله على حدا. خلينا بسيرة العيد أبو عاجوقة أحسن، على القليلة هاي الشغلات أنا بفهم فيها. طيب وأنا موافق على فهمك، والله يشهد إنك أفهم من البطاقة الفهمانة تبعهم يلي ما عنا ياها، قومي ساوي لنا شي شغلة نحلي درسنا فيها على هالعيد ينعاد على الجميع بالخير. شو بدك تساوي يا شكرية؟ شو بدك تساوي؟ رز بحليب بيمشي الحال. ليش عنا رز ولا حليب؟ لا بس إنه اقتراح لما يصير عنا، وكمان يطلع لنا شوية سكر. شكريتي يا ترى كل هالناس هيك يا شكريتي؟ ولا مثل أشباه اللبن والجبن في أشباه حليب كمان؟ يا خوفي يا خوفي نصير كلنا أشباه يا شكرية. كتير كان العيد حلو، وكانت الناس تستنى العيد بالدعية،
لحتى يلتم شمل العيلة ونقعد كلياتنا مع بعض نطمن على صحتنا ونطمن على أخبار بعض ونقول كل عام وانتم بخير. بس يا ترى الناس كلياتها كانت عن حق وحقيق بخير؟ سؤال بيكرج على لساننا، وتحديداً بعد الشيء اللي مرينا فيه والشيء اللي وصلنا له. يعني كتار بيقولوا إنه كنا عايشين يا أخي ومستورة، بس يا ترى ليش مستورة ومن شو؟ في جيل جديد قبل أكثر من 10 سنين ما بيعرف كيف كنا عايشين، وما بيعرف كيف كانت الناس تجاوب وتقول مستورة وليش. جيل ما بيعرف كيف كان الموظف يعض على شفايفه ويبلع ريقه ويتحسر وهو عم يفكر كيف ممكن يكسي ولاده على العيد وشو ممكن يشتري لهم لحتى يعيدوا، لأنه راتبه ما كان يقيم معه أكل لنص الشهر، بقى كيف شغلات تانية؟ اسمه عيد أضحى، بس قديش كانت الناس توفر وتخبي لحتى يجي العيد وتضحي شو ما بتقدر عليه؟ لك حتى الساحات يلي لازم تلعب فيها الأولاد بالمراجيح كانت تراب وغباير وتنعمل على السريع لحتى بس تفرح الأولاد من قريبه بشغلات بسيطة. بينما بكل دول العالم المحترمة طبعاً في حدائق للأطفال بتخليهم يحسوا إنه كل يوم في عيد بحياتهم. لك في دولة بالدنيا بترفع سعر الخبز والمواصلات واللحمة والحلويات والتياب على العيد، غير دولتنا، قصدي النظام اللي سرق دولتنا. أغلب دول العالم على العيد بتعمل عروض أسعار بالأسواق، والمواصلات بيعملوها مجانية، والمواد بتكون معباية بالأسواق. لا عنا، يعني كنا حتى الخبز نشتري احتياط لكل أيام العيد من شان ما ننقطع. وبتقولوا كنا عايشين ومستورة؟ مستورة من القلة والتعتير ببلد من أغنى البلدان، مستورة من الهم يلي كان رب الأسرة عايش فيه وهو عم يركض ليل نهار ليصرف على بيته من قريبه. إن كان موظف أو فلاح أو عامل أو شوفير أو تاجر على قد حاله بالسوق وغير هون، بينما أولاد هون، أولاد يلي طوّبوا البلد باسم هون، عايشين بعالم الخيال وبيعملوا سياحة وين ما بدهن، وعندهم سيارات فخمة وفلال ويختات وطيارات، بوقت كانت الناس عم تدور على كيف فيها توفر لتجيب لبيتها شوية حلويات. لا ما كنا عايشين. هلأ صح كنا عم نعيد وناكل ونشرب والحياة حلوة والعصافير تزقزق، بس هاي فقط لأنه نحن شعب صبور. وعلى سيرة مستورة، هاي الجملة ليش كنا نقولها يا حزركون؟ تعالوا لقلكون، أنا بقلكون هاي الجملة معناتها أنه نحن عم نحط على الجرح ملح وساكتين وبانتظار الأفضل والأحسن، والأحسن بإذن الله لح يجي، والعيد الكبير لح يكون لسوريا، سوريا كلياتها، عيد النصر وعيد الثورة وعيد الكرامة يلي إن شاء الله لح تتوج فيه كل سوريا. وهلأ أحسن شيء نمسك هالجوال ونحكي مع أبعاجوها. ها؟ والله كنت مستني تليفونك، قلت إلا محمد ما يحكي معي ويعايدني. لك والله أبو عاجوقة ما بيترك سيرتك، ليش ما أجيت عيت عنا؟ قال لي كنت تجيب له شوكولاتة. إن شاء الله عن قريب كلنا منعيد سوا يا أبو عاجوقة، وبعرف بعرف حال السوريين كله من بعضه، من شان هيك يا أبو عاجوقة أنت ومدامتك ما رح أسألكن فيه، وكل عام وأنتوا بخير. كنا عايشين